طمنينا. لا الجو النهارده تحفه، الجو دافي ودرجه الحراره 24. الله. والجو رائع، بس دايما الجو المعتدل بيجي مع شبوره، بس هي الشبوره دي بتختفي بمجرد ما الشمس تطلع على 8 9 كده بتروح، لكن الجو رائع. يعني يا ريت اللي عنده فرصه ينزل يستمتع بالشمس وبالجو الحلو ينزل. الله. طبعا على العموم قبل ما تنزلوا هنبص الاول ده على ده مستمر معانا ولا حي ده مستمر معانا كده كام يوم يعني. دكتوره منار هتقول لنا التفاصيل، بس النهارده انا بقول لك لا الجو النهارده حلو قوي. هنشوف الأول طبعاً مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي طبعاً بدأت الناس تنزل، وهنبدأ جولتنا المرورية كالعادة من محافظة القاهرة تحديداً من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية، على طريق الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مروريه مستمره لحد العباسيه، وهنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي ان في سيوله مروريه. لو احنا رحنا لمحور النصر هنلاقي ان في كثافات مروريه وصولا للمنصه، كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بيشهد ازدحاماً واسعاً، كما شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي لمناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحاماً نسبياً. وفي محافظة الجيزة هنبدأ جولتنا من الطريق الدائري، ففي بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي، كمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة، كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لغاية الطلبية، كثافات برضو قدام المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كمان ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. نروح دلوقتي لمحافظة القليوبية، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيهوش أي كثافات، منه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار، اللي جاي بقى من الزراعي فهيلاقي شوية كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات، طبعاً لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق ولمنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة وتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس زي ما قلنا هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، أقل درجة حرارة أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 29، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وطبعا معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.